ورغم كل هذه التريليونات اللي اتصرفت، ما يزيد عن 2 تريليون جنيه مصري اتصرفوا، الا ان ما زالت الحوادث الضخمه بتحصل في بلدنا بشكل شبه يومي. عندنا طرق اسمها طرق الموت تقريبا في كل مركز من مراكز المحافظات ال 27، عندنا البلد الوحيده اللي فيها قطرين بيخشوا في بعض وش لوش، البلد الوحيده اللي فيها كمساري بيرمي شاب من القطر عشان ما دفعش تذكره، والبلد الوحيده اللي كل يوم الصبح فيها طالع عن القضبان او خرج عن الفلانكات او عربيه ثابت الثانيه، رغم ان المفروض السكه الحديد تعتبر الاكثر امانا في العالم. صحينا النهارده الصبح على حادث بشع حصل على محور المريوطيه، عربيه نقلت تريلا محمله زلط دخلت في 8 عربيات كده، داست وعجنت العربيات، وقعت اتوبيس من فوق المحور، وعربيه نقل محمله خرفان من فوق المحور، وعربيه ملاكي، وداست على باقي العربيات. عندنا اصابات، حادث كده هوليودي، مشهد من مشاهد افلام الاكشن الامريكاني اللي